هذا المشروع بيكون مشروع ضخم إن شاء الله، ويحتوي المشروع على 153 محل، والنشاطات متنوعة، عندك الأطعمة والمجال التسويق والسينما ونادي رياضي والعيادة في نفس الوقت. وتكلفة المشروع حوالي 1,400,000,000 درهم، والمساحة الإجمالية للبناء حوالي 215,000 متر مربع. متوقعين انتهاء المشروع في عام 2020 إن شاء الله. طبعا الان نادي الجزيره بدا بالاستثمارات، عندنا الحمد لله مجموعه من الاستثمارات في الماضي، والان عندنا مشروع المول، وفي ايضا عندنا مشاريع بعد جديده مستقبليه بنعلن عنها في وقتها ان شاء الله.